الحقيقه احنا بنعيش لحظه من لحظات الاضطراب السياسي والمجتمعي والاخلاقي ايضا حاله من حالات التردي النادره ربما ما بعد الثوره ما بعد ثوره يناير كان هناك احلام كبيره وكان هناك افاق واسعه لامه يجب ان تحصل على استحقاقات كبيره في التقدم وفي الحريه وفي الكرامه لكن هذا المسار تعرض الى العديد من الاشكاليات سواء كانت هذه الاشكاليات بفعل عدم وضوح رؤيه الثوره لما بعد الثوره او نتيجه مقاومه النظام القديم ومقاومه الدوله العميقه ورحيل جزء صغير جدا من النظام وبقاء الجزء الاكبر في صورته القديمه بل بالعكس في صوره اكثر توحش واكثر عنفا